من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذا التسجيل المخصص للسنة الثانية متوسط الاختبار الأول في اللغة العربية، خاصة ونحن في فترة الاختبارات، وقد طلب إلي هذه الاختبارات الخاصة بالسنة الثانية، وأنا أرفعها بالقناة المخصصة لهذا النوع من العمل. إذن أقرأ النص مباشرة. صحبت عائشة الصغيرة والدها في زيارة إلى الريف لتفقد بعض الأقارب والإطمئنان على جدها العائد من المستشفى، وبينما هما يعبران جسرا قديما بعض الشيء، خشي الأب الحنون على ابنته الوحيدة من السقوط، فقال لها: تمسكي بيدي جيدا يا صغيرتي حتى لا تقعين في النهر. فأجابته هي دون تردد: لا يا أبي، بل أمسك أنت بيدي. رد الأب باستغراب: وهل هناك فرق يا صغيرتي؟ كان جواب عائشة سريعا: لو أمسكت أنا بيدك فلن أستطيع التماسك، ومن الممكن أن تنفلت يدي فأسقط، لكن لو أمسكت أنت بيدي فلن تدعها تفلت من يدك أبدا. أنا أثق بك كثيرا أكثر مما أثق بنفسي يا أبتا، وأطمئن على وضع حياتي بين يديك أكثر مما أطمئن عليها بين يدي. عندئذ ابتسم الأب العطوف وهو راض عن ابنته، وضمها إليه وقبل يديه الصغيرتين بلطف ومحبة، وأحكم قبضته على يمناها، ثم عبر الجسر بسلام. وقالت عائشة لأبيها: أنت كالشمعة تضيء درب. إذن النص ينتهي هنا في الحقيقة: ثم عبر الجسر بسلام، كما يظهر من سياق الكلام، لكن قد أضيفت هذه الجملة لغرض ما سوف نعرفه من خلال الأسئلة. إذن نذهب مباشرة إلى الأسئلة. إذن السؤال الأول هو: أفهم النص. إذن أفهم الأول، اقترح عنوان مناسب للنص. طبعا العنوان سيكون الأب العطوف أو الأب الحنون أو الأب وابنته إلى غير ذلك من العناوين. في النص مجموعة من العواطف والمشاعر التي تجمع الأب بابنته. عد إلى النص واستنتج ثلاثة منها. قد حضرت ثلاثة مشاعر، هناك مشاعر كثيرة في النص، لكن من بينها خشي الأب الحنون على ابنته الوحيدة. إذن خشية الخوف، وهو شعور يشعر به الإنسان. أنا أثق بك كثيرا أكثر مما أثق بنفسي، إذا هذا شعور أيضا. وضمها إليه وقبل يديه الصغيرتين بلطف ومحبة. إذا اللطف والمحبة وتقبيلها وضمها، كل هذه عبارة عن مشاعر، استخرجنا ثلاثة منها كما هو مطلوب في النص. إذا مع السؤال الآخر، وهو اشرح كلمتين الواردتين في النص، وخشية وتقعي. طبعا كلمتان سهل شرحهما، وخشية بمعنى خاف، وتقعين بمعنى تسقطين. السؤال هذا عليه 6 نقاط. السؤال الثاني: أتعلم قواعد لغتي. أولا: اعلم ما تحته خط في النص. إذن كما تلاحظون فإنني قد وضعت كثيرا من الجمل والكلمات للإعراب. طبعا في الاختبار تكون كلمة واحدة أو كلمتان فقط للإعراب، ولكن أنا دائما أضيف أكثر من كلمتين للإعراب أو أكثر من جملة للإعراب، وهذا من أجل الفائدة، يعني زيادة في الفائدة. إذن أولا: صحبت عائشة الصغيرة والدة. إذن صحبت، صحب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهرة على آخره، التاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، ويجب على التلميذ أن يفرق بين التاء المتحركة بالضم أو بالفتح أو بالكسر، وبين تاء التأنيث الساكنة التي لا محل لها من الإعراب. عائشة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الإعراب الثاني: رد الأب. إذا رد فعل ماضي مبني على الفتح الظاهرة على آخره، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. جواب وسريعا. إذا لابد أن نقرأ الجملة: كان جواب عائشة سريعا. إذا جواب هو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، سريعا خبر كان منصوب وعلامة رفعه فتحة ظاهرة على آخره. لابد من عند قراءة الكلمة الإعراب لا بد من قراءة ما سبقها، كما أشرت إلى هذا في كثير من التسجيلات السابقة. الجملة الأخرى وهي: لن أستطيع التماسك. إذا لن حرف نفي ونصف، معناه هو النفي، ينفي هذا الأمر، وعمله هو النصب،
ولن هو من حروف النصب وهي أن ولن وكي وإذا وحتى ولام التعليل، وهي تنصب الفعل المضارع. ويجب على التلميذ أن يفرق بين أن ولن وكي هذه التي تدخل تنصب الفعل المضارع، وبين إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل التي تدخل على الجملة الإسمية. إذا لن حرف نفي ونصب، استطيع فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، التماسك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. العطوف نقرأ ما قبلها، ابتسم الأب العطوف، إذا الأب فاعل ومرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو موصوف والعطوف صفة وهو موصوف، العطوف صفة مرفوعة وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره، لأن الصفة تتبع الموصوف كما تلاحظ. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو استعن بالسند لتملأ الجدول الآتي. إذا اسما منقوصا واسما مقصورا وفعلا معتل مبينا نوعه وحرف عطف مبينا فائدته. إذا أجبنا على هذا أجبنا على السؤال فيكون الاسم المنقوص وهو راض. هنا إذا رجعنا إلى كلمة راض فإننا سنجدها في محل رفع خبر وهو راض، هكذا الجملة تقول وهو راض، إذن هو مبتدأ وراض خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما حذف على آخره المحذوف وهو الياء. هنا قد حذفنا الياء لأن أصلها راض أو أصلها راضي فتكون بالسكون، راضي فيكون بالسكون، لكن عندما أضفنا هنا التنوين لأن المنقوص يكون عند رفعه يكون بالتنوين التنوين الكسر، فلما نقول راض فإننا ننطق سكونا دون كتابتها، هذه النون المنطوقة وهي نون التنوين راض، إذا تسمعون هذه النون الساكنة، وإذا أضفنا الياء فيصبح عندنا ساكن آخر وهو إذا ساكن النون نون التنوين وساكن الياء، إذا هنا التقاء الساكنين فنحذف الثاني وهو ال يا، إذا راضي اسم منقوص. اسما مقصورا المستشفى لأنه انتهى بألف مقصورة، فعلا معتلا قال وهو نوعه أجوف، لأن طبعا الأفعال المعتلة ضرورية يجب على التلميذ أن يحفظها أو أن يتمرن عليها، وهي تنقسم إلى خمسة أقسام، أولا الفعل المثال وهو ما كان أول حرف علة، والفعل الأجوف وما كان وسطه حرف علة مثل هذا المثال، والناقص وهو ما كان آخره حرف علة، واللفيف المفروق واللفيف المقرون. بالنسبة لحرف العطف وهو الواو في هذه الكلمة في هذه الجملة نصف جملة بلطف ومحبة، الواو هنا واو عطف فائدته وهو الجمع، الجمع بين اللطف والمحبة. ننتقل إلى السؤال الآخر وهو ما نوع النص؟ لا شك أنكم أدركتم أنه نص نثري بطبيعة الحال، استخرج من النص تشبيها وحدد أركانه، أنت كالشمعة تضيء دربي، هذا هو الذي هذه الجملة أضيفت في النص من أجل أن يكون لنا تشبيه نستطيع استخراجه، إذا أنت هو المشبه والكاف هي أداة التشبيه والشمعة مشبه به، إذا فشبهنا الأب بالشمعة التي تضيء، إذا ما هو وجه الشبه؟ وهو تضيء دربي، دربي بمعنى طريقي، أي أن الأب ينير طريق ابنته مثلما تنير الشمعة طريق الإنسان أو طريق حامله. الوضعية الإدماجية طبعا عليها ثمان نقاط ويجب التركيز على هذه الوضعية، أقول هذا الكلام لأن كثير من التلاميذ يكتبون فقط دون تركيز ودون الانتباه إلى ما طلب منه التعليم وإلى عناصر الملائمة والانسجام وسلامة اللغة العربية، سلامة اللغة من حيث القواعد ومن حيث الإملاء ومن حيث الصرف. إذا نقرأ السياق، الوسط العائلي يوفر السعادة والأمان، ورغم هذا فإن الكثير من الأسر تفرط في صلة الرحم. التعليم في فقرة لا تقل عن سبعة أسطر، اكتب نصا تثمن فيه، إذا المطلوب تركز عليه سبعة أكثر من سبعة أسطر ليس أقل من سبعة أسطر، ثم تثمن فيه. ماذا تثمن فيه؟ العلاقات العائلية، العلاقات العائلية أي صلة الرحم أي التواصل بين أفراد العائلة الواحدة، وتحث في أي هنا تنتبه إلى هذه الكلمة، تحث بمعنى تكون عندك مجموعة نصائح لصلة الرحم، وتوظف، ماذا توظف؟ توظف الأفعال المعتلة التي ذكرناها قبل قليل وحروف العطف المناسبة، حروف العطف هي الواو عفوا الواو للجمع
والفاء للترتيب والتعقيب. الترتيب والتعقيب بمعنى لما تقول مثلا دخل محمد فعمر، أي أن عمر دخل بعد محمد بسرعة، أي الترتيب والتعقيب. ثم الذي تفيد الترتيب والتراك، دخل محمد ثم عمر، أي أن محمد أن عمر دخل بعد محمد لكن بعد مدة. إذن هذه الخلاصة يجب أن نلاحظ كما أشير دائما إلى وجود مقدمة وعرض وخاتمة. العرض المقدمة تأخذها من السياق ومن التعليم، لكن تعرف كيف تأخذ بعض الكلمات وبعض العبارات من هذه المقدمة وتدخل في العرض، وهو المطلوب عبارة عن نصائح، عن تعريف صلة الرحم أو نصائح لصلة الرحم، ولا تنسى توظيف ما طلب منك. إذن إلى هنا ينتهي لقائي معكم، كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد مرابطة. أعتذر لإخواني الذين لم أستطع تلبية طلباتهم من اختبارات وغير ذلك وذلك لضيق الوقت، فأعتذر منهم وأعدهم إن شاء الله تعالى بمزيد من الدروس والاختبارات لمختلف الأطوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.